المسلمين، إنما وفقه الله جل وعلا للاستقامة على منهج السنة والجماعة، سيجد نفسه في غربة عظيمة، غربة عظيمة مع كثرة الأهواء والبدع والساقطين في الفتن على رؤوسهم، ومع كثرة اجتماعاتهم يجد نفسه في غربة يا عباد الله، غربة وجدها سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في زمانهم. كان الإمام الأوزاعي رحمه الله يقول: أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى ما بقي في البلد منهم إلا الرجل الواحد. ويقول يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وروي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي والمطرب والجاهل، فاصبروا عليها فإن أهل السنة كانوا أقل الناس، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس الذين لم يأخذوا من أهل الإتراف إترافهم ولا من أهل البدع أهواءهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. نعم عباد الله، هكذا كونوا متمسكين بالسنة منتسبين إلى أهلها، فوالله يا عباد الله إن ثبتتم على ذلك فلكم أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. رواه ابن نصر في السنة، صححه الإمام البخاري رحمه الله. هذه أجور الغرباء، قد يفوقون الصحابة بالأجور، لأنهم في زمن فتنة يا عباد الله، وفي زمن غربة، غربة بين الناس، بل قد يجدها الإنسان والله المستعان بين أهله والله المستعان، وهو أشد ما يكون فيه غربة. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى في كشف الغربة أن زوجة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه قالت له: أراحنا الله منك؟ فقال: آمين. أهل بيته يا عباد الله ويتنكرون له، لأنه كان لا يأخذ إلا ما يقوته وهم يريدون عيش الملوك، فقالت له: أراحنا الله منك؟ فقال: آمين. وهذا أشد ما يكون في الغربة، حين تكون الغربة في أهل البيت، حين ينكر الوالد على ابنه أو الأخ على أخيه، ينكرون عليه استقامته على الشرع، فهذا أشد ما يكون. فعلى المسلم الحق أن يعتز بغربته فإنها محمودة، فهو بذلك يشابه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعليه أن يستوصي بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، متفق عليه. وعلى المسلم أن لا ينخدع بكل مظهر أو فعل جاهلي، وليصبر على غربته، فإنما هي دنيا وعما قريب راحل عنها. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رواه مسلم. وقال: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، رواه الترمذي.